فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. لقائه وتحب لقاءه فيحب لقاءك سبحانه جل في علاه، فتجاوره في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلا يستقيم العمل بلا استقامة العقيدة، فاستقامة العقيدة يستقيم معها العمل. وقلنا أن هذا الكتاب حري بكل طالب علم أن يتقن مسائله وأن يرى ما فيه من المسائل التي تجمع جملا عظيمة من اعتقاد أهل السنة والجماعة، يتقن ذلك ويتعبد الله جل في علاه وأنشر ذلك بين الناس. كتاب الشريعة بفضل الله جل في علاه الأجري نحن على مشارف الانتهاء منه. أنا الآن بفضل الله جل في علاه على بوابة الانتهاء من هذا الكتاب. ربح من ربح وفاز من فاز وخسر من خسر وفاته من فاته هذا العلم الذي لم يتقنه ولا يتقنه إلا أن يمارسه. فنسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك موازين حسناتكم وأن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهم من أعان على إقامة هذه المجالس الإخلاص وأن يشكر له حسن الشكر وأن يجعل ذلك أيضا في موازين حسناته. اللهم أمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وزده علما وتوفيقا وأطل في عمره والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: والله ما رأيت يوما أضوأ ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت يوما أظلم ولا أقبح من يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر ما مدح الله عز وجل به المهاجرين والأنصار في كتابه مما أكرمهم الله به. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم ذكر رحمه الله جملة من الآيات تدل على ما قال. ثم قال: باب ذكر ما نعتهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل العظيم والحظ الجزيل. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم البحرين، فقالوا: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثله، فقال: إنكم تلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني. جزاكم الله خير. عامة هذا الفضل سنتعرض له إن شاء الله، لأن هذا كما قلنا ختام هذا الكتاب الماتع. قبل الكلام على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكر المصنف بابا قبله وباب المقام المحمود لنبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، وقال بقول الله جل في علاه: فتهجد، صدر الباب بقول الله جل وعلا: فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذه الآية قال المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر جملة من الأحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه جل في علاه على الكرسي. وصراحة هذا الحديث وإن كان قد احتج به شيخ الإسلام على فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أيضا مقدار نبينا صلى الله عليه وسلم وعظمة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا جل في علاه، بأن الله يكرمه يوم القيامة خاصة فيجلسه على العرش. هذه صراحة فيها ما فيها من النظر وفيها مجاهيل، والإسناد لا يعني لا يستقيم هذا الإسناد أن نحتج به، لا سيما في مسألة عقدية مثل هذه المسألة. فالحديث لم يصح والسند لم يصح ولا يرتقي لدرجة الصحة، بأن السند قد أجلسه الله، أن الله تعالى يجلسه يوم القيامة على العرش. ونحتج به ابن تيمية، وطبعا ابن تيمية أيضا يستند إلى
كلام الأجر، الأجر أيضا يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الله عليه ومن تكريم الله له بأنه يجلسه على العرش يوم القيامة. وهذا حديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح بحال من الأحوال، ولم يرد أدلة ولا قرائن تثبت هذا. أما المقام المحمود فقد جاءتنا الأدلة الظاهرة في الصحة والظاهرة بجلاء على معنى المقام المحمود، هو أن الجميع ينضون تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، الجميع يكف والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتقدم، الجميع يسكت والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتكلم، الجميع لا يشفع والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع. هذا هو المقام المحمود. لكن معنى قول الله تعالى فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، قال إنها لا تكون إلا لعبد صالح وأرجو أن أكون أنا منهم. طبعا أرجو هذه محققة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله إليه أنه قدمه على العالمين أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لا سيما أن الله تعالى جعل ذلك بلسان الفعال عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم إماما للأنبياء والمرسلين منهم إبراهيم الخليل، وقد تقدمه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء فأحيا الله الأنبياء وقدم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عليه فأمهم بأبي هو وأمي. الغرض المقصود بأن هذه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين، وهو أكرم كما قال ابن عباس ما خلق الله وما زرع وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم من وطئ التراب هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالمقام المحمود حقا هو مقام الشفاعة، بأن الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للناس جميعا بأن يأتيهم الله جل في علاه فيقضي بينهم الحساب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لنا في حديث الشفاعة الطويل يشتد القرب بالناس ويزهم الخط فيأتون جميعا إلى آدم عليه السلام يتوسلون به، أنت آدم أنت أبو الأنبياء خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه ألا ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا، ألا تتوسل لنا؟ فقال لست أنا، إني أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى نوح. يذهبون إلى نوح يقول لست أنا، أول رسول يقول لست أنا، إني قد سألت ربي سؤالا لا ينبغي لي أن أسأله، لست أنا، اذهبوا إلى إبراهيم أبو الأنبياء. فيذهبون إبراهيم وإبراهيم يحيل إلى موسى وموسى يحيل على عيسى وعيسى يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم لست هناكم، ثم يقول عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المقام المحمود، الكرامة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم، الجميع يتأخر وهو الذي يتقدم، الجميع يسكت والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، الجميع لا يشفع والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع. فقال أنا لها أنا لها، وفي رواية بأبي هو وأمي قال أمتي أمتي ويخشى على أمتي. فذهب إلى العرش قال فأخر ساجدا لله جل في علاه، فيقال يا محمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمني محمد أحمده بها وأثنى عليه بها، فيقال يا محمد ارفع رأسك بأبي هو وأمي، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذه كما قلنا الكرامة العظمى لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقام المحمود، هو مقام الشفاعة العظمى الذي قد اتفق عليه جميع الطوائف، حتى طوائف أهل البدع اتفقوا على ذلك، على الشفاعة العظمى دون الشفاعات الأخرى، وهو أن يشفع لجميع الخلق بأن يأتي الله جل في علاه فيقضي بين العباد ويفصل الخطاب بين العباد. هذا هو المقام المحمود. أما تأويل قول الله تعالى فتهجد به نافلة لك على ما قال من بعض الفقهاء بأن قيام الليل هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أو كان واجبا على النبي واجبا على الأمة، فقد نسخ، لأن الله تعالى قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصف أو ينقص منه قليلا، إلى أن قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصف وثلثة وطائفة من الذين معك. قال الله جل في علاء علم أنه سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فهذا نسخ أيضا، نوع نسخ من قيام طول الليل. ثم بعد ذلك نسخ الله نسخا كليا بقوله فتهجد ومن الليل فتهجد به نافلة لك. من وقف على أن قيام الليل بقي أو صار باقيا على الوجوب على النبي صلى الله عليه وسلم وجه قول الله نافلة لك على أن الله تعالى يجعل ذلك زيادة في الدرجات، لأن قيام الليل من الحسنات التي تكفر بها السيئات، فهي للأمة تكفير للسيئات. أما لنبينا الكريم بعدما قال الله جل في علاه له ورفعنا لك ذكرك، قال الله تعالى أن نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك، وهو أيضا عبد قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر،
كما في سورة الفتح، وقد قالت عائشة قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فعلامة كل هذا يتورم قدمك في القيام، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فقال النافلة هنا معناها رفعة الدرجات لا تكفير للسيئات، لأن الله قد منحه منحة عظيمة بأن الله تعالى كفر عنه ما سبق وما لحق من السيئات إن وقعت السيئات، وهذا وإن كنا نعتقد لكن لم يقع من الإنسان من المعاصي بشيء، ولكن نعتقد أن صغائر الذنوب يمكن أن يقع فيها الأنبياء ويرتفعون بعد ذلك بالتوبة والأوبة لربهم جل في علاه. ومنهم من قال بل هي على ظاهرها بأن قيام الليل كان نافلة والنبي صلى الله عليه وسلم اعتاد عليه، وأنه كان إذا تقدم إلى عبادة لا يتركها بحال من الأحوال، لا سيما وأنه قرنها بقوله أفلا أكون عبدا شكورا، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، وأن نافلة الليل أو قيام الليل هو من النافلة، بل هو من أعظم النوافل قدرا عند الله جل في علاه. وأيضا تعرض لقول الله جل في علاه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأعطاه الله جل في علاه الكوثر، وأعطاه الله جل في علاه الحوض، وأعطاه الله جل في علاه الشفاعة المقام المحمود، وإن الله تعالى قد أوحى عليه بأنه أعظم الخلق قدرا عنده عندما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وحق لنا أن نفتخر بأن نبينا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل في علاه جعل حظنا من هذا النبي دون الأنبياء أو سائر الأنبياء، وجعل حظنا من الكتب هذا القرآن العظيم، وجعل حظنا من الصحابة ممن صاحب المسلم بهؤلاء الأخيار الأبرار الصحابة الكرام الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس على الإطلاق، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عامة عاش النبي صلى الله عليه وسلم دهرا وأبدا يبيع نفسه لله جل في علاه حقا زهدا في هذه الدنيا طلبا للآخرة طلبا لنشر هذا الدين، وقد تحمل الأعباء والشدة واللأواء والمشقة، وقد اتهم وهو الأمين، وقد اتهم وهو أكرم الخلق على الخالق سبحانه جل في علاه بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه يفرق الوالد بالولد من الوالد ولدي، وهذا أمر معهود على أهل الضلال وأهل الكفر وأهل الفسق وأهل الفجور، يتهمون دائما أهل الصلاح بل يشتد نكيرهم على أهل الصلاح، والعيب الذي يكون في أهل الصلاح صلاحهم، كما قال قوم لوط أخرجوا على لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهر، هذا العيب هذا الجرم الذي يقعون فيه ويخرجونهم من أراضيهم، لما؟ لأنهم يقولون ربي الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اتهم أهل الكفر والفجور والفسق بأنه كاهن بأنه ساحر بأنه يفرق الوالد ولده كما بين الوالد وبين ولده، والكلام الكثير الذي قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن هذا من كلام محمد وأنه من الشعر إلى آخر هذه الأباطيل التي فندها الله تعالى وبين زيفها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش مع هذه الشدة والأواء، يقول والله والذي نفسي بيده لو انفردت السالفة ما تركتها ما أنا عليه بحال من الأحوال. لذلك عاش ينشر دين الله جل في علاه، يعرض نفسه على القبائل وهو أفضل الناس على الإطلاق، ويعرض نفسه على القبائل ويردونه، حتى أنهم عندما ذهب إلى عبد الليل بن كلاب لما رموه بالحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ويقول ويحكي ويقص كما قال ابن مسعود عن نبي ألقمه أهله بالحجارة حتى أدموا رجله، وهو يبكي وينظر إلى السماء ويدعو الدعاء المشهور حتى يأتيه ملك الجبال يقول لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين الفعاد، قال لا يخرج الله جل فعلا لعل الله جل يخرج منهم أو من أصلابهم من يوحد الله جل فعلا. ثم بعد ذلك يرى أن هؤلاء القوم يتكلبون وتتفق كلمتهم على قتله بأبي هو وأمي، واتحدت الكلمة وأتوا بالشببة وخططوا تخطيطا عظيما، وكانت المهارة في الخطة أعظم مما تصوره الشيطان لا من الإنسان، ومع ذلك هم خائبون لأنهم لا يربطون الأرض بالسماء. المدبر هو الذي فوق العرش، هو الذي يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاجتمعت الكلمة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الشباب من الليل وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم تعجل أحدهم فقالوا نقفز فنقتل محمدا ونخرج. فقال أبو جهل على كفره مع نبل الأخلاق مع هذا الكفر، فقال جئنا لنقتل محمدا وما جئنا لنروع بنات محمد. سبحان ربي العظيم، هذا كلام عظيم جدا من الأخلاقيات التي جاءت بها أو جاء بها الشرع ليقرها لا لينكره، معناها من أهل الكفر لكن الإسلام عندنا فيه عدل، فهذه أخلاقيات سامية
قال جئنا لنقتل محمدا وما جئنا لنروع بنات محمد. فانتظروا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدو الطراب في وجوههم ويقول وجعلنا من بين أيديهم سدة ومن خلفهم سدة فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فخرج سليما بأبي هو وأمي ثم هاجر مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وذهب إلى المدينة فعاش عيشة ما يعلم بها إلا الله جل في علاه من شدة والأواء وحمى المدينة والجوع وعدم رغد العيش. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحابه كاد يبكي مما يرى من فقر هؤلاء الأصحاب الأخيار الأبرار يرمس على بطنه الحجر ويربطون على بطونهم الحجر حتى أنه في غزوة الأحزاب ينظر أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه فيرى النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجرين الناس يربطون على بطونهم حجرا واحدا ويربط على بطنه حجرين من شدة الجوع واللأواء الذي يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى له صنع له طعاما له ولعشرة. فدعا الجميع بأبي هو وأمي فأكلوا جميعا من بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم وتفل النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والدعاء له بالبركة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو في المدينة يرى أصحابه يتساقطون من الشدة ومن حمى المدينة حتى دعا الله تعالى أن يذهب بحمى المدينة إلى الجحفة فكانت كذلك وأنه قد جاء بعض الناس وقد تألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ابتدوا على أعقابهم بسبب حمى المدينة فمنهم من رجع مرتدا عن دينه ومنهم من لم يستطع أن يصبر على المدينة وأراد أن يرد بيعته ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد النبي بذلك حتى أن الله تعالى فتح لهؤلاء الأمصار وأسسوا الدولة الإسلامية في المدينة بعد الشدة العظيمة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيه الضيف من الضيوف يطلب طعاما من بيوتات تسعة للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد طعاما لهذا الضيف. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرع مرهونا عند يهودي لطعام لوسخ شعير من أجل أن يطعم أهله وعاش في الزهد وما أراد الدنيا بحال من الأحوال أراد الآخرة حتى لما جاءه جبريل وجاءه الملك من السماء يخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا فقد قدم أن يكون عبدا رسولا لله جل في علاه. فنظر إلى أصحابه عندما دخل عليه متقلدي النمار من الفقر ومن الضيق الذي قد يعني أحاط بهم فتمعر وجهه وسلم غضبا لهؤلاء الأخيار الأبرار هم خير الخليقة على الإطلاق كما سنبين. فقام النبي صلى خطيبة في الناس أنه معاتبا لمن كان معه فضل مال لم يعطي لهؤلاء فقال فصدق رجل بصاع بره بصاع تمره بصاع شعيره. فقام الناس فجعل رجل يتسارع ويتنافس في الخيرات وضع الكوم أمام النبي صلى فجاء الناس يتتابعون يتتايعون في الصدقة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سرت أساريره ووجد أو رؤية الفرح في وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما انكشفت الغمة عن أصحابه الأخيار الأبرار. عاش دهرا يعمل لدين الله جل في علاه يكتب للأمصار ويكتب لكسرى وقيصر لنشر دين الله جل في علاه وبعث السرايا وقد قاتل بنفسه وبذاته وبشحمه وبلحمه بل كاد يقتل بأبي هو وأمي وأشيع في غزوة أحد بأنه قتل حتى قام أنس بن نضر قال علم العيش موت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقوم هؤلاء الأخيار الأبرار يفدونه بأرواحهم يقوم طلحة يقول نحري دون نحرك يا رسول الله لا ترفع رأسك يأتيك سهم من سهاب القوم وقاتل حتى كسرت صفيحته أو كسر سيفه فأخذ يصد السيوف عن رسول الله بيده فشلت يده حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر دونكم صاحبكم فقد أوجب. يعيش النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة هذه اللحظات وهذه الأونات والمنافقون يتخللون بين الصف ويعيثون في الأرض فسادا ويريدون وقت هذه الدعوة الإسلامية وهم يشيعون الخوف والرعب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الكفار ويقولون قد جمع لكم الناس فاخشوهم فقالوا وزادهم إيمانا قالوا ثقة بالله وثقة برسول الله صلى الله عليه وسلم وموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله مبشرا إياهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يجهز الناس إلى الحج فأمر عليهم أبا بكر رضي الله عنه وارضاه فحج بالناس ثم بعث إليه عليا وعليا ينادي في الناس ألا يحج في البيت عريان ألا يحج في البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قبلها بعدما أخرجوه وحيدا فريدا من مكة وأرادوا قتله فتح الله عليه عندما قال في غزوة الأحزاب لما ردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزون. وقد كان وفي هذه المسألة العظيمة التي اختبر الله فيها العباد وغربل فيها المنافق من المخلص الصادق عندما قال عمر وهو لا يتصور ولا يمكن أن يتقبل مثل هذا ألسنا الحق أليس على الباطل أليس لمن نعطي الدنيا في ديننا وهو يقول أنا رسول الله ولن يغزني الله. ويقول أبو بكر موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله ولن يغزره الله إلزم غرز رسول الله
صلى الله عليه وسلم، يعيش هذه اللحظات النبي الكريم مع أصحابه في اللأواء والشدة، معهم على الحلوة والمرة كما يقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قد بشر الله بالفتح العظيم عندما قال إنا فتحنا عليك فتحا مبينا، وكان قد وعده أن يدخل المكة، أن يدخل مكة محرما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فدخل فاتحا وعلى رأس المغفر، المغفر يطقطق رأسه تواضعا لله جل في علاه حتى ضربت حياته في صدره في نحره. فدخل وقال لهم القول المشهور، وهم قد خافوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم منهم، فتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما وصفه الله تعالى بالمؤمنين كان بالمؤمنين رحيما، فإنه قد عفى عنهم إلا من سب رسول الله كابن خطر، قال لو وجدتموه متعلقا بأسطار الكعبة فاقتلوه، وكان متعلقا حقا بالكعبة بأسطار الكعبة، فأمرهم بقتله كرامة لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على أن سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتفر بحال من الأحوال. وإذا سامح النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه فبعد أن مات لا أحد يسامح في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذه الأزمنة التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم ينشر دين الله جل في علاه، تارة يفوز تارة تحدث الدولة والكلمة تكون لأهل الكفر، لحكمة عظيمة كما بيّن الله تعالى، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. الغرض المقصود عاش النبي صلى الله عليه وسلم هذه الساعات وهذه اللحظات يدعو الله جل وعلا، يدعو إلى الله وينمي في أصحابه الدعاء الدعوة إلى الله جل في علاه، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الناس من حفظ عنه الحديث وحمله ثم نشره بين الناس عندما قال نضر صناعة العلماء. الآن تخريب العلماء الذي نعيش في هذا الأونات نحن نعيشها الآن، تخريب العلماء وتغييب العلماء على هذا الوزن، وتصدير الأصاغر، تصدير الأصاغر ضياع للأمة، هذه معادلة لا يمكن أن تنخرم بحال من الأحوال. تصدير الأصاغر ضياع الأمة، تصدير العلماء رفعة الأمة ونجاة الأمة، وهذا أمر ظاهر جلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يطلب العلم في آخر الزمن عند الأصاغر. فدائما تصدير الأصاغر تضيع الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر بين الصحابة الكرام على الهمة الراقية في صناعة العلماء، لأن الأمة لا ترتقي إلا بالعلماء. وعندك عندك الصحابة الكرام زيد بن ثابت، أبي بن عباس، ابن عمر، أيضا أبو سعيد الخدري، أبي بن كعب، هؤلاء معاذ بن جبل هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام، فأخذ ينمي في صدورهم بصناعة العلماء، وهو يقول نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثم يبين على الفهم الدقيق من كتابه في كتابه وسنته في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو المقصود الأسمى. يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما احتضن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. صناعة العلماء كان من فعل النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، والذي سعى حديثا إلى أن ينشئ في هذه الأمة العلماء، لذلك بعث معاذا معلما لأهل اليمن، وأيضا عليا قاضيا لأهل اليمن، وأبو موسى الأشعري بعث أبا موسى الأشعري أيضا معلما لأهل اليمن. الغرض المقصود كان في هذه الأونات أيضا يصنع العلماء، لأن صناعة العلماء الأمة ترتقي بهم، وإلا إذا خلت الأمة من العلماء ضاعت الأمة، بل ضاعت الدنيا بأسرها كما بينا قبل ذلك كثيرا. وهو مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يربي فيهم الأخلاق السامية، ويربي فيهم الزهد في الدنيا وطلب الآخرة. يدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فيجد نائما المشروبة التي كان قد آل نساءه شهرا، فارض نائما على الحصير يعلم الحصير في ظهره، فيبكي عمر ويقول أنت رسول الله تنام على الحصير، وهؤلاء كسرى وقيصر ينامون على الفراش الوثير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الدنيا هذه لا تساوي شيء، دنيئة ودنية ليس فيها ثمة شيء، فماذا أردت؟ أردت التصدر، أردت الشهرة، أردت المال، أردت النساء؟ كل ذلك عند ربك الدنيا زائلة، فإن أخذتها لحظة من لحظات الدنيا فإنها زائلة بعدها بثانية ينسوك الناس. اظهر في كل الفضائيات ساعة وبعدها بيومين يأتي مسلسل ينسى الناس كل ما كان قبلها بيومين. أما إن كنت عند ربك جل في علاه فهي قد انطبعت في القلوب، لا يمكن أن تمحي بحال من الأحوال. هذا الفرق بين معاملتك مع الله ومعاملتك مع الخلق. من أتقن فقه التعامل مع من فوق العرش فات في كل شيء في الدنيا وفي الآخرة، وميل الله له القلوب ومكن له الله جل في علاه، وإن أراد
وإن أراد الله أراد الله له ما أراد الله له ما يريد، كما فعل سلم ولما ذلك في قلوب أصحابه رضوان الله عليه. ثم بعد ذلك لما نظر سلم وجد أن أصحابه يستطيعون أن يقوموا بهذا الدين، ففي الحج وخطبة العرفة المهيبة قال للناس هل بلغت؟ قال اللهم بلغت، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، كان إذانا بقرب رحيل النبي صلى الله عليه وسلم من على وجه البسيطة، قد أدم عليه والوظيفة التي وظفه الله فيها. لذلك خطب بعد ذلك في الناس فقال عبد خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر ولم يبكي الناس، فقالوا عجبا والله يا أبا بكر على ما تبكي، رجل فقيه قريب لبيب خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام أبو بكر باكيا ويقول فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي يا رسول الله. وكان أبو بكر أفقه الأمة، علم أن هذا إذان بقرب رحيل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما أنزل الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، علم أن سلم أنه قد أذن له بالرحيل، فقام فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تأتيه هذا التأسيس الصحيح كما قلت لكم، حتى أهل يعني أهل التكنولوجيا وأهل الإدارة الذين يتعلمون الإدارة المعاصرة يقولون الإداري الناجح تعرفه بغيابه لا بحضوره، أنه عندما يغيب العمل يكون كما كان حاضرا. أما الإداري الفاشل وأنتم رأيتم الإداري اللي عندنا الفاشل كيف فشلوا، ظاهر جدا بأنه إذا غاب سقط الأمر. الإداري الناجح حقا أنه إذا غاب استقام الأمر، وهذا الذي كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم صناعة الرجال. فكان فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت الناس يعني يتشائمون برسول الله بعدما بأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمه. فلما قالت ذلك قال لها السلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسير فليأمر عمر. قالت رجل أسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكانت نبراتا لكل من سولت له نفسه، أو كانت حاجزا لكل من سولت له نفسه على أن يتقدم على بين يدي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قالوا رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا فلا نرضاه لدنيانا، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، حتى في مرض موته أنه لما حمل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على يسار أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقام أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود في ليلة في ذات ليلة يوم الاثنين أو في ليلة الاثنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الستار فنظر فوجد أبا بكر يصلي بالناس، يعني أشرق وجهه بأبيه وأمه، وكما وصفه ويوصفون من الصحابة الكرام قالوا نظرنا إلى وجه سلم ونظرنا إلى القمر ليلة البدر فلوجه رسول الله أجمل من القمر ليلة البدر بأبيه وأمه، فنظروا إلى إشراقة وجه سلم فرحا متهللا أنه علم أن الدين قد استقام وأن الأمة الإسلامية قد استتب أمرها وأنه قد أسس دعائم هذه الدولة. إذن فالرحيل فنظر فيعني كادت قلوب الصحابة تطير، ويعني ظنوا أن النبي سيخرج فما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان على حجر عائشة على فخذ عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ودخل عليه عروة بن عبد الله بن سبي أو غيره فدخل عليها ومعه السواك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواك يرمق السواك، وهو كان يحب استعمال السواك، ففهمت عائشة ذلك فقالت تريد السواك، فأشار لها نعم، فأتت السواك فلينته النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت تفتخر على جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مات رسول الله بين سحري ونحري وريقي بريقه، لأنه كانت أول من لينت أو آخر من لينت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتسوك به النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى السماء قالت والله قد علمت أنه يخير الآن، فعلمت أنه ما دام يخير فلن يختارنا بحال من الأحوال، حتى جاءه جبريل في بعض الروايات جاء ملك الموت ثم وجد على يمينه ملائكة كثيرة، وتسامح في هذا الإسناد ملائكة كثيرة، قال هؤلاء أعوان ملك الموت وإنه يستأذن الملك يستأذن، قال وما استأذن على أحد قبلك، هذه أيضا دلالة على كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يخيرك إما أن يقبض روحك إلى ربك ذلك فعلا وإما أن تبقى، قال أوله أن يخيرني أو لي أن أخير، قال نعم لك أن تخير، فنظر إلى السماء بأبيه وأمه، وهذه المصيبة العظمى التي يمكن أن تهون كل مصيبة بعدها، فنظر إلى السماء فقال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، فمات رسول الله
صلى الله عليه وسلم. وقد كما قلنا يعني أرسى دعائم الدولة الإسلامية في المدينة، وعاش دهرا وأبدا يعمل لربه جل في علاه. قال ظلي وجعل ظلي تحت ظل وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وكان دائما كما قلنا يعيش ليلا مع الله جل في علاه، نهارا مع الله جل في علاه. وقد جمع بين جميع الفضائل، وكل الفضائل كانت في النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق السامي، الشجاعة، القوة، الكرم، الجود، العمل لله جل في علاه، العدل بين النساء، وإن كانت عائشة كانت أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤسس الدولة الإسلامية ومعه 9 نسوة. يقولون لا ده بيتجوز 4 يبقى انتهى الموضوع، فين بقى طلب العلم وفين العمل؟ هذه يعني الأمور التافهة التي يتعلق بها النساء. كان يتزوج 9 من النساء بأبيه وأمي ويؤسس الدولة الإسلامية، وكان يعلم الصحابة، وكان يرفق بهم، وكان يجود عليهم، وكان ينمي أخلاقياتهم الحسنة. فهو الذي يعني وصفه الله جل وعلا في كتابه أنه أعظم من عبد الله جل في علاه في الأرض، هو النبي صلى الله عليه وسلم أكرم مخلوق على الخالق. لذلك فإن الله ما أقسم بحياة أحد إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الحياة كانت حياة مليئة بالدعوة إلى الله جل في علاه والنصر على الأعداء، وأيضا الرفق بالأعداء حتى يدعوهم إلى دين الله جل في علاه، فدخل الناس في دين الله أفواجا. قال الله جل في علاه: لعمرك وحياتك يا محمد. هذه دعوة أن الله جل وعلا يقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم لفضل هذه الحياة عند الله جل في علاه. قال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا المصنف المبدع في تصنيفه بعدما تكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم وفضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الدعوة إلى الله جل في علاه، ختم الباب بالكلام على فضل الصحابة الأخيار: فمن لم يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه. فأنت إن أردت أن تعرف الفضل النبي صلى الله عليه وسلم فاعرف فضل الصحابة، لأن فضل الصحابة من فضل النبي صلى الله عليه وسلم. كل فضل تنسبه لصحابي فهو الفضل للنبي الذي رباه، الذي علمه، الذي أدبه، الذي أحسن أخلاقه بأبي هو وأمي. فالصحابة الأخيار إن النبي صلى الله عليه وسلم من الوفاء قد أظهر مكانتهم، كما أن الله تعالى أعد لهم من فوق 7 سماوات. لذلك تكلم في الباب الذي بعده على فضل المهاجرين والأنصار. إخوتي الكرام، ما صاحب نبي قط مثل ما صاحب محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأخيار الأبرار. ما طلعت الشمس بعد الأنبياء والمرسلين على أفضل من هؤلاء الأخيار الأبرار الذين سحبوا نبي. على من خالفهم لعنة الله، وعلى من سبهم لعنة الله، وعلى من تجرأ على أعراضهم أو كفرهم لعنة الله، لأن الصحابة الأخيار كما قال الشعبي من التابعين وغير الشعبي، وهذا قلته كثيرا لعله يحفر في الصدر، قال: فضل هؤلاء الذين يسبون صحابة رسول الله، الذين ينتقصون من قدر عائشة، أو يتهمونها بالزنا، أو يكفرون عليا، أو يكفرون عمر، أو يكفرون أبا بكر، أو يكفرون الصحابة جميعا إلا طائفة يسيرة. فإن الشعبي يقول: انظر، هؤلاء قد فضلوا اليهود والنصارى بخصلة. أصلا جنو يعني مش علو. فضلوا اليهود والنصارى بخصلة. اليهود قيل لهم: من أفضل الناس فيكم؟ قالوا: الذين صحبوا موسى. ثم قيل للنصارى: من أفضل الناس فيكم؟ قالوا: الحواريون الذين صاحبوا عيسى. فقيل لهؤلاء: من شر الناس فيكم؟ قالوا: الذين صاحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى أفضل منهم عند الله جل في علاه في مثل هذا، إذا كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عدلهم من فوق 7 سماوات، والنبي محمد عدلهم في سنته، لذلك لهم الحق علينا، كما قال إمامنا الإمام العلم الإمام مالك، قال: كنا نربي صغارنا على محبة الأنصار والمهاجرين، نربي أولادنا على محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قد قال الله جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإن كانت عامة للجميع بالقرون المتتابعة، لكنها أكثر في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنتم خير أمة أخرجت الناس، هذه في صحابة رسول الله من باب أولى، والخيرية هنا في جميع في شتى الأنحاء. خيرية في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترى ما قالت الأعداء وما شهدت به الأعداء عندما قال عروة قبل أن يدخل في الإسلام وجاء مصالحا للنبي صلى الله عليه وسلم في قبل صلح الحديبية، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يلعب بالحياة ويتكلم ويقول: أرأيت أحدا قبلك أو من قبلك قد أتى على قومي أو قتل قومه؟ والمغيرة بن شعبة يضرب يده ويقول أخر يدك لك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام
فرجع للقوم فقال أيها القوم إنكم لا طاقة لكم بهذا الرجل، والذي نفسي بيده قد وفدت على كسرى وقيصر وملك الحبشة، فلم أجد أحدا يعظم واحد مثل ما وجدت أصحاب هذا الرجل يعظمون هذا الرجل. ما تكلم بكلمة إلا وكأن على رؤوسهم الطير، ما تنخمت نخامة ووقعت في يد أحدهم إلا ذلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون فيه البصر. فقال ما وجدت أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. وهذا الذي كان من تصريح قول أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، قال الشاه تسجد لك ولا نسجد، نسجد لك يا رسول الله، تعظيما لمكانة المسلم. ولما جاء أيضا سعد ابن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسجد له، قال لا تسجد، لا أمرت أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان السلام تأتيه الشمس وترى عبد الله بن عمرو بن العاص، وترى عمرو بن العاص وأيضا أبو بكر يأتي بثوبه فيغطي به رأس النبي صلى الله عليه وسلم، تظليلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. ما لكم لا ترجون لله وقارا، إن من وقار الله جل في علا، إن من توقير الله، استغفر الله، إن من توقير الله جل في علا توقير النبي الأمير صلى الله عليه وسلم، وقد أمر بها صراحة في كتابه عندما قال إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. إيش قال؟ قال لتؤمنوا به وتعزروه وتوكروه، وخاصة بالله جل في علا وتسبحوه بكرة وعصيرا وأصيلا. التسبيح لله خاصة والتوقير والتعزير للنبي صلى الله عليه وسلم. فما رأيت أحدا يعظم أحدا مثل أصحاب محمد يعظمون محمدا. لذلك كانت الخيرية منوطة بهم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تعلمون عظمة هذا النبي وتوقرون هذا النبي. انظر إلى الآخرين، انظر بضدها تتباين الأشياء. ماذا كان يفعلون مع موسى عليه السلام؟ قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما أتيتنا. وبعدما أنجاهم الله جل في علاه بهذه الآية العظيمة بأن ضرب البحر فانفلق كل فرق كالطود العظيم، وبعدما نظروا إلى هلاك عدوهم وأنجاهم الله جل في علاه، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وعبدوا العجل بعده على التنقيص من قبل موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام. قد اتفقت كلماتهم على الوشاية بعيسى وأرادوا قتل عيسى وصلب عيسى عليه السلام، أما هؤلاء فقد عظموا النبي العظيم. لذلك قد استحقوا أن يدخلوا دخولا أوليا في قول الله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيضا الخيرية ترى لها منحى آخر وجانب آخر من الجوانب العظيمة التي تراها، جانب القيادة والاستسلام، توحيد الاتباع، أنت ما تراه في عصرنا هذا. لما نحن في تخاذل عظيم، كل حديث لا يروق لمن تمذهب بمذهب معين يحرفه، يرده، يضعفه، يقول موضوع، يقول لا ما نأخذ إلا بالقرآن، ما في أي توقير لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الأهواء وأهل البدع. أما هؤلاء يقولون كلمة واحدة، أقال رسول الله؟ فإذا قيل نعم قالوا سمعنا وأطعنا، هذا الذي عندهم، سمعنا وأطعنا، ولا يمكن أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بحال من الأحوال. النساء أفضل من الرجال في الأزمنة التي جاءت بعدها، أزمنة الصحابة. زينب بنت جحش لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم خاطبا لزيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنا، وهي الحسيبة النسيبة القرشية، أنا أتزوج زيد مولى، أتزوج مولى؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما بد، قالت لا أتزوج مولى. فأنزل الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وانظر إلى فاطمة بنت قيس عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت خطبني معاوية وخطبني أبو جهل، قال انكحي أسامة. قالت أسامة أسود أفضل، أتزوج أسامة؟ قال انكحي أسامة. قالت ما بد إلا أن أتبع رسول الله، ما بد من السنة. لما فعلت زينب بذلك كافأها الله جل وعلا بأن زوجها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. فترفعت على نساء النبي بأسرهن وقالت زوجكن أولياؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وأيضا فاطمة بنت قيس قالت فلما تزوجت زيد أسامة اغتبطت به، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك انقادوا جميعا، استسلموا جميعا، يقولون قال رسول الله انتهى الأمر، انقادوا. ولذلك قال لهم قال ابن عباس للتابعين لا للصحابة، انظروا إلى البون الشاسع والفرق الواسع بين الصحابة وبين التابعين. لما جاء ابن عباس خطيبا في الناس وأمرهم بالمتعة، قالوا أبو بكر ينهى عن ذلك، عمر ينهى عن ذلك. ابن عباس لما أمرهم، أمرهم بماذا؟ أنا لا أحب السرد ولا أحب السماع بالسرد.
لأني ما أحب الجلوس بين مصمصة الشفاه، وأحب طلبة العلم للمحاورة. اشتد نكير ابن عباس على التابعين. لما؟ نعم حبيبي، عشان هم نايمين اللي معايا. لا مش تمتع بس، لا مش كده اللي أنا أريده. يعني إيش؟ هو أورد عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمتع وأمر الصحابة بالمتعة. فأنتم الآن أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، لذلك صرح لهم. قال أوشكت أن تمطر السماء عليكم حجارة؟ أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذه دلالة واضحة جدا على الفارق البعيد بين التابعين وبين الصحابة الكرام. كانت الخيرية منوطة بهم لعظيم الاستسلام والانقياد لذلك على فعلاه، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك انتقد الثلاث عندما قال من يقول لا تزوج النساء، من يقول لا أصوم، من يقول لا أنام. قال أنا أنام وأقوم وأفطر، وأقوم وأنام وأصوم وأفطر، وأنا أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فانقطع الناس عما أرادوا، وإن أرادوا الخير لكن سنة السلام تقدم. لذلك كانوا كما قلنا أحرص الناس على سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. هذه الخيرية التي أناطها الله بهؤلاء القوم، كنتم خير أمة للناس، بيعا لله حقا، استسلاما حقا، انقيادا حقا، أيضا تعظيما وتوقيرا لنبينا صلى الله عليه وسلم. هم الذين زهدوا في الدنيا بأسرها، هم حقا الخيرية كانت في قلوبهم، لأنهم ما أرادوا إلا الله. فلما ما أرادوا إلا الله أراد الله لهم ما يريدون. وإن الله جل في علاه ملكهم الدنيا بأسرها في مدة وليزة من عمر 25 سنة، في مدة وليزة من عمر الزمن. فإن الله ملكهم الدنيا ورؤوس العباد، عبدوا العباد لرب العباد سبحانه جل في علاه، لأنهم ما أرادوا إلا الأخرة، ما أرادوا إلا الله جل في علاه، فأراد الله لهم ما يريدون. لذلك أنس قال للتابعين والله إنكم لأشد اجتهادا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، وإنهم لأزهد منكم في الدنيا. هذا المناط الصحيح، مناط القلوب وعمل القلوب، والذي يرتقي به المرء عند رب القلوب. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وصفهم الله تعالى في كتابه أيضا وصفا بديعا، عندما قال الله جل في علاه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وانظر كيف وصفهم الله جل في علاه بالسبق والسرعة إلى الله جل في علاه. والله جل لا يجعل من تسابق وتنافس مع غيره في السباق إلى الله جل في علاه مثلما تباطأ. إن الله جل في علاه يعطي كل ذي فضل فضله، وإن الله جل في علاه حكم عدل، لا يجعل كما قلنا من عمل ليس كمن لم يعمل، كما قال الله جل في علاه أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لذلك يقول الإنسان من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، هذا نظر الله جل في علاه. فلذلك وصفهم الله بأنهم يتسابقون ويتنافسون في الخيرات، وأحق الناس بذلك هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ترى كيف كانوا يتسابقون في الخيرات ولا يقف واحد منهم عند حد بحال من الأحوال. فعمر بن الخطاب وهو يتسابق في النفقة لله جل في علاه، جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني بكل ماله بعدما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم للنفقة، فجاء عمر بنصف شطر ماله قال اليوم أسبق أبا بكر. فلما علم أن أبا بكر قد أنفق ماله كلية في سبيل الله جل في علاه وما ترك الأهل إلا الله وترك لهم رسوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه والله لا أسابقك بعد اليوم يا أبا بكر. الغرض المقصود هؤلاء السابقون الذين وصفهم الله بذلك من المهاجرين والأنصار. أرأيتم سبقا مثل هذا السبق أن يترك الرجل امرأته لرجل آخر ما عرفه إلا في لحظة، إلا في ساعة، عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، قال بيتي نصفين، نصف لك ونصف لي، قال زوجتي، أو قال انظر إلى زوجتي، أيتهما أعجبتك طلقتها وتزوجتها أنت. هذا سبق ليس بعده سبق. أرأيتم السبق العظيم من سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وهو يترك السيادة والقيادة وهو إمام قومه، يترك ذلك من أجل الله جل في علاه، من أجل نصر دين الله جل في علاه، وينزل تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم وراية المهاجرين والأنصار. هذا سبق ليس بعده سبق. هؤلاء قوم أوزع الله في قلوبهم حبه، وأوزع الله في قلوبهم نصرة هذا الدين، وأوزع الله في قلوبهم المنافسة في الخيرات. أما نحن نتخاذل جدا، لا ترانا نتسارع ولا نتسابق ولا نتنافس إلا في أمور الدنيا الدنية الزائلة الفانية التي لا تساوي شيئا. أما هم فإن الله
الله قد أوزع في قلوبهم الآخرة فعظموا الآخرة وقد استصغروا هذه الدنيا وعلموا يقينا بأن الدنيا قد ترحلت مدبرة وأن الآخرة قد ترحلت مقبلة فكانوا من أبناء الآخرة ولم يكونوا قط من أبناء الدنيا بحال من الأحوال لذلك فازوا وارتقوا وتموا وإن الله جل في علاه قد خط لنا خطا في كتابه ترضية على هؤلاء الأخيار الأبرار إلى يوم الدين في قرآن يتلى على هؤلاء الذين نصروا دين الله حقا رضي الله عنهم وأرضاهم وأيضا فإن الله جل في علاه وصفهم في كتابه وعدلهم أيما تعديل عندما قال ربنا جل في علاه في كتابه على وصف الصحابة الكرام قال أن الله جل وعلا عنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه هذا تعديل أيما تعديل أين التعديل هناك وجوه شتى للتعديل ما أنا صعب جدا يبقى المسألة فيها مصنات الشفاه حتى في الرقائق تجد فيها لفتات علمية ده وجوه كثيرة في التعديل يا ربي صدر الباب بالوجه الذي أريده لما أنت مخرج لنك لن تأتي بالوجه الذي أريده أعرف ذلك ها ايه ده يا شيخ مع انك فاشل وتاري فاشل لانه لكن سبحان الله يعني يمكن الانسان يرى في الانسان انخفاضا والله جعله يكون ارقى عند الله سبحان الله امنت بالله التوفيق من عند الله اعظم تعديل هو الاقتران اعظم تعديل هو الاقتران الاقتران مع اعظم مخلوق عرفته البشرية اعظم من واتي اقتران من سلم قال محمد رسول الله والذين معه مع هذا من أعظم التعديل ثم بعد ذلك بقى يأتي الأسهل فالأيسر 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 وجوه التعديل يا إخوة أفضل أنا بشوف أنا يعني ما أدري ماذا أفعل معك أنا قلت للشيخ يتبرأ منك ما راضي يتبرأ منه يعني عشان بس تحفظ له فضله وتقبل يده قبل أن يسير الناس تقبل يده عند ختام درس قلت له قال لا فتقبل يده أمامي وأمام الناس والفاشل المخرج الفاشل يصور ذلك اذا قبل يده لا يا شيخ معلش سامحنا هذا الامر ليس اليك هذا الامر ليس اليك يا شيخ هذا الامر ليس اليك يا شيخ اتقي الله يا شيخ عايز اسمع الكلام جزاكم الله خير لا خلاص يصور الشيخ طيب اتفضل فمن اجل ذلك انا لن اعاودك ولن اراجعك في هذا اتفضل الله اكبر وهذا من اعظم التعديل شوف انظر الله تعالى ينشر بينكم الاخلاص هذا امر غيبي محض غيبي محض ما احد يطلع عليه حتى الملائكه لا يكتبون الاخلاص الملائكه لا يستطيعون ذلك الاخلاص لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا شيطان يطلع عليه فلا يطلع عليه شيطان فيفسده ولا ملك فيكتبه صارت سرا محضا بين الله وبين عباده لذلك يتعجب حتى الصحابه حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب أصحابي أصحابي أمتي أمتي وليختجلنا أقوام من بين يديه فيقول لا تدري ما أحدثه بعدك وأيضا يعتبر رجل هو أعلم الناس تراه يزج به في نار جهنم الملائكة يتعجبون لما هلك هذا أعلم الناس وهو أفضل درجة بعد درجة النبوة درجة العلماء لكنه ما كان مخلصا فالإخلاص هنا الله جل وعلا شاهد لهم بالإخلاص وهذا الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه اشرأبت عنقه إلى أن يكون إماما أميرا وما أراد ذلك قط إلا يوم إيش إلا يوم خيبر يوم الراية لما قال صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ثم الشهادة هنا ويحب الله ورسوله يعني إخلاصا وإيه وصدقا فلما شهد له بمحبة الله أرادها عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا شهد الله جل في علاه لهم بالإخلاص عندما قال تراهم إيش ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربي يبقى المسألة ليست على أن يكونوا ركعا سجدا فالجميع يفعلون ذلك حتى المنافقون يفعلون ذلك وإن كان صلاة الفجر والعشاء هي أثقل ما تكون على المنافقين لكن يصلون يركعون ويسجدون لكن هنا الله تعالى قد ختم الوصف أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه فوسمهم بالإخلاص أيضا من ذلك بأن الله جل وعلا قد مدح هؤلاء في كتابه عندما قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من إخلاص وصدق ونصر الدين الله جل في علاه وهؤلاء هم أهل بيعة الرضوان لما سمع المسلم بمقتل عثمان بن عفان جمع الجميع وبايعهم على القتال لا على الموت كما يقول بعضهم على القتال إلى النصر أو الشهادة على القتال فبايعوه وأخذ بيده اليمنى
قال هذه يد عثمان وأخذ يد اليسرى وبايع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رضي الله، وهذه من أعظم الأدلة التي نفرح بها. لما يا صاحب الثوب الأصفر والعمامة البني ولا الصفراء هي كمان؟ تفضل يا بركة، تضحك ليه يا بركة؟ المفروض تنتبه لتتعلم لتتعظ لتترك الدنيا من تدخل الجامعة عشان تشوف هتاخد الراتب يكون كام بعد ما تتخرج. هو ده اللي بتفكر فيه؟ هات ما في. هات بقى الانجليزي اللي كان بيضحك معاك، ليش ضحك؟ على ضحكي ما ضحك؟ اكيد انت وهم. انا النظارة دي جديدة، لو كنت خلعها كنت قلت لك ماشي. نصفر نصفر اصفر. بركة ضحكت ولا ما ضحكتش؟ ممتاز. ابتسم معك ولا ما ابتسمش في النهاية؟ في الابتداء لا، في الانتهاء ماشي. شوف الراجل، عشان كده قلت هو وهمت، لانه عندي صادق انا اعرف ذلك، لان انا رأيته ابتسم. يعني انت عمال تضحك نص ساعة وهو ساكت يصبر يصبر يصبر، فما استطاع الصبر جات ما ضحك. طيب هات الإجابة. هذه آية نفرح بها جدا. انت عارف لو ما عرفتش بقى سؤال او بيتكلم ازاي؟ بيتكلم عن النساء برضه بتاع السؤال. تعرفين مين الدكتور ايمن؟ بيجي اول الدرس اول الحاضرين وشغال مكالمات تليفونيه، سايب الدرس كله وشغال، ما اعرفش بقى شغال بيحل اوقات بيحل مشاكل. اللهم ارحمنا من النساء يا رب العالمين، اعوذ بالله. اتفضل السؤال. الايه لقد رضي الله عن المؤمنين، هذه نفرح بها فرحا عظيما. لما؟ طب اللي يعرف الفائض، ما هي المفروض ده انتوا طلبه علم. يا 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 اخواتي الكرام، انتم احوج الناس يا مثل هذا والله العظيم. حاضر حاضر يا استاذ امجد. اقول قال الله مبينا فضل هؤلاء تعديلا من فوق سبع سماوات، لقد رضي الله عن المؤمنين. هذه الايه نفرح بها كثيرا. لما؟ ممتاز. هو اذا رضي الله عنهم فهم على الطريق الصحيح. ممتاز، كلام صحيح جدا. اتى شاعر يا 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 صومالي انت، لا عندنا الان لا يمكن ان تكون صبي مفتي. مش مفتي انت لباس، تركت هذا الرجل الشاعر فضيع نفسه وضاع. هات استاذ شاعر، اين انت؟ موجود؟ متى كنت موجود؟ الاسبوع الفائت كله كنت موجود؟ اللي قبله كنت موجود؟ أين أنت يا صومالي؟ ذهبت إلى الصومال تدعو إلى الله؟ ليش بس؟ ليش تضيع؟ ليش تضيع عليك الخير يا أخي؟ طب هات، ليه ما نفرح بهذه؟ تفضل شوف. أرأيت والله ها؟ ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.